باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمتكم في الاسبوع الماضي عن مزامير داود، والموضوع طويل. اود ان يكون لنا تأملات اخرى في مزامير داود تكملة للموضوع الماضي. مزامير داود في الحقيقة مملوءة بالروحيات، لأن داود كان رجل روحاني في كل شيء. فمن الحاجات الجميلة اللي موجودة في مزامير داود كلامه الكتير عن بيت الله، يعني هو من النوع الذي كان يشتاق بكل قلبه إلى المواضع المقدسة، لأن المواضع المقدسة فيها إيحاء للقلب بمشاعر أخرى كثيرة. فكان يقول مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، تشتاق وتزوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي قد ابتهج بالإله الحي، لأن العصفور وجد له عش بيتا واليمامة عشا تضع فيه أفراخها، مذابحك أيها الرب. فرحان ببيت ربنا لأن مساكن ربنا محبوبة. وبعدين يقول طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد، لأن اللي بيسكنوا في بيتك دول بيبقى علاقتهم بيك تسبيح مستمر. فأنا عايز كده. تصوروا داود النبي الذي كان يعيش في قصر ملكي بكل ما تحتمل قصور الملوك من أبهة، يترك كل هذا جانبا ويقول واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرس في هيكله. يعني شيء أعظم من عز الملوك مجرد أنه يسكن في بيت الرب. ومش بس ياريت يسكن في بيت الرب، ده بيقول اخترت لنفسي أن أطرح على عتبة بيت الله أحسن من السكنة في مظل القطاع. يعني بيت ربنا بالنسبة له أصبح شيء جديد ينبسط منه، ويرى أن الدخول إلى بيت الله يحتاج إلى استعدادات معينة. فيقول في المزمور أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبيحتك وأنطق بجميع عجائبك. يغسل يديه بالنقاوة عشان يدخل إلى بيت الله. ويقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. ويقول لربنا لبيتك ينبغي التقديس يا رب طول الأيام. فهو ينظر إلى بيت الرب كمكان مقدس يليق به القداسة، وإن يغسل يديه بالنقاوة علشان يخش فيه وإنه يبقى فرحان بيه. عشان كده داود اللي عاش في القصور يقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. ويقول اسجدوا للرب في دياره المقدسة. ويقول افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه.
على فكرة الآيتين دول يقولهما البطريرك الجديد وهو داخل إلى الكاتدرائية، يكون الباب مغلق ويستلم مفتاح الكاتدرائية من رئيس الشمامسة ويقول افتحوا لي باب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون الصديقون يدخلون فيه. داود النبي كان يحب بيت الرب وبيقول تشتاق وتزوب نفسي للدخول إلى بيت الرب، ولكن مع ذلك كان يرى أن السكنة في بيت الرب لها شروط، فهو بيقول في المزمور 14 يا رب من يسكن في مسكنك أو من يصعد إلى جبل قدسك، إلا السالك بالعيب الفاعل البر المتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه ولا يصنع بقريبه سوء. ده اللي يدخل في بيت ربنا يكون بهذا الشكل، ومع ذلك داود يقول له يا رب أحببت جمال بيتك وموضع مسكن قدسك. هو أحب جمال بيت الرب وموضع مسكن قدسه قبل ما يبنى البيت بتاع الهيكل، لأن الهيكل بني في بيت في وقت ابنه سليمان، ولكن مع ذلك أحب جمال بيت ربنا اللي هو كان مجرد خيمة وبرضه كان يحب. عشان كده كان يشتهي انه يصنع بيت للرب، لذلك يقول في المزمور اني لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاكفاني نعاسا ولا راحه لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب. ده داود اللي بيحب ربنا وبيحب بيته ويحب كل إنسان يدعوه إلى بيت الرب، ويقول لربنا لأن يوما صالحا في ديارك خير من آلاف. داود هذا يتكلم عن هذه المواضع المقدسة فيقول لرب بيقول لربنا أساساته في الجبال المقدسة. يحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب، ويقول أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. أساساته في الجبال المقدسة، عشان كده يقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. يحب بيت ربنا ويحب كل ما فيه، حتى الكهنة الذين يخدمونه يقول لربنا كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون، مع أن الكهنة في أيام داود كانوا بيجوا يسجدوا عند رجليه لأنه مسيح الرب، وهكذا سجد له أبياثار وسجد له صادوق الكاهن. داود كان منشغل ببيت ربنا، مش بس يدخل ويسبح للرب ويبارك الرب، إنما يقول طفت وذبحت في مظلته ذبيحة التهليل. ويقول إن أنا أدخل إلى بيت الرب وأوفي نزوري هناك. يقول لربنا ارسل نورك وحقك فإنهما يهديانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله الذي يفرح شبابي يفرح شبابه.
نورك وحقك يهديانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس، فأدخل إلى مسكن الله وإلى مذبح الله الذي يفرح شبابه. مزامير داود فيها كلام كتير عن بيت ربنا وبيت ربنا الخاص بالتسبيح، لأنه بيقول له طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد. وأيضا يقول ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي، ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب. يعني هو بيفرح ببيت ربنا لأنه بيت التهليل، بيت الترتيل، بيت السجود، بيت النقاوة. هكذا كانت مسر داود ببيت ربنا، يغني عن بيت الله في مزاميره ويشتاق إلى ذلك. ده داود الرجل الروحاني اللي بيفرح ببيت ربنا ويغني له المزامير. ويود أن يجلس على عتبة بيت الله وهو الملك العظيم. ياريت يكون عندنا هذا الفرح ببيت ربنا مثلما كان داود يفرح ببيت الله. داود كان يفرح بربنا ويفرح بكل حاجة بتاعت ربنا، يفرح ببيت الله ويفرح أيضا بكلام الله. لم أجد في الكتاب المقدس شخصا كان يفرح بكلام الله مثل داود النبي. داود النبي عجيب، عجيب في محبته لكلام ربنا. كلام ربنا أغنية في فمه ومزمور في مزامير. يقول لربنا خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. يعني كلامك ده جوايا، مش برا أسمع بوداني، ده جوا قلبي، جوا مشاعري، جوا دمي. ويقول له فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، لأن كلام ربنا ده ثروة بالنسبة له. ويقول له مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ويقول له كلماتك حلوة في حلقي، أحلى من العسل والشهد في فمي. يعني دي مش مجرد تلاوة لكلام الله، ان واحد فيكو اقصى ما يعمله انه يقرأ كلام ربنا، لا، ده بياخد كلام ربنا ويخبيه في قلبه ويستطعمه ويبقى احلى من العسل والشهد في فمه، ويشعر ان كلام ربنا ده يعني ثروة. اذا وجد كلمة من كلمات الله كمن وجد غنائم كثيرة. ويشعر انه محتاج فيما يقرأ كلام الله ان ربنا يدخله في اعماق الكلمة ويكشف ليه معاني كلمة ربنا. يقول له اكشف عن عيني لأرى عجائب من شريعتك. يعني مش مجرد واحد بيقرأ الكلام، ده بيقرأ وبيصلي ان ربنا يكشف له معاني كلامه. اكشف عن عيني لأرى عجائب من شريعتك. ولما ترى عجائب يقول له ايه؟ يقول له عجيبة هي شهاداتك حفظتها نفسي. يقول ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس.
وصية الرب مضيئة تنير العينين، ويقول وصية الرب صادقة تعلم الأطفال، تصير الجاهل حكيما. يقول له ممحص قولك جدا عبدك أحبه. لما تقروا المزمور الكبير تلاقوا داود يقول له شهاداتك هي درسي، هي تلاوتي، هي لهجي. ويقول عن الرجل البار انه يلهج في ناموسه نهارا وليلا، ويشعر ان كلمات ربنا دي هي سبب بقائه سليما في الحياة، لولاها لضاع. يقول له لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي، لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. ودي تدينا درس ان الانسان اللي بيبعد عن كلام ربنا ممكن يضيع، لانه بيبعد عن كلمة الحياة اللي بتروي نفسه وبتغذيه وبتعطيه طعام روحي، لان ليس بالخبز يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. عشان كده بيقول له لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. وداود بالنسبة لكلام ربنا من كثرة تأملاته فيه يجد كمال وعجب. يقول له لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا، ملهاش حدود للكلمات بتاعتها. والكلام ده مظبوط، ده الكلام ده صح. احنا فاكرين زمان اول ما دخلنا الرهبانة جديد وابتدينا نصلي بالمزامير ونحفظ المزامير ونصلي بيها، كان كل مرة الواحد يصلي المزمور يجد معنى معين، يصليه في يوم تاني يجد معنى جديد، يصليه بعد سنة يلاقي معنى تاني وثالث ورابع. ما حدود التأملات في المزامير؟ لا نعرف. وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. لما تقروا مزمور 19 ومزمور 119 بالذات، الاثنين دول مليانين كلام عن كلام ربنا، وداود محبته لكلام ربنا قد ايه، محبته لكلام ربنا قد ايه. مزامير داود مملوءة بالمعاني، مزامير داود دي مملوءة بالمعاني. وهو في المزامير بتاعته بيطلب باستمرار من ربنا ان هو يعلمه ويفهمه. كتير قوي نلاقي داود يقول لربنا، يقول له علمني طرقك فهمني سبلك. تصوروا رجل من رجال الوحي الإلهي عظيم زي داود ويقول له بالشكل ده، علمني يا رب طريقك اهدني في سبيل المستقيم، عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها. إنسان بيطلب إرشاد الله في كل خطوة، علمني طرقك فهمني سبلك، عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها. يقول له علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي، علمني أن أصنع مشيئتك. مش بس تعرفني بالطريق، إنما تعلمني إزاي أسلك في مشيئتك دي. إحنا كتير بنعتمد على حكمتنا وفهمنا وخبرتنا، لكن قليل ما نقول لربنا
علمني يا رب أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي تهتم بي. يقول له روحك القدوس فليهدني إلى الاستقامة. يقول أبارك الرب الذي أفهمني. يعني داود هنا في مزاميره يقف تلميذا للرب، يطلب أن يتعلم منه باستمرار وأن يفهم طرقه. دي تذكرني بكلمة لطيفة قالها التلاميذ مرة، قالوا للسيد المسيح علمنا يا رب أن نصلي. طب ما كل إنسان في الدنيا بيعرف يصلي، حتى الوثنيون كانوا يصلون، لكن دول عايزين منهج جديد من ربنا، يتتلمذون على يدي الله. علمني يا رب صلي، عرفني طريق، فهمني سبلا، ارشدني في الطريق اللي انا ماشي فيه، خلي روحك يرشدني للاستقامة. جميل قوي داود ده، كله حلاوة، مزاميره كده مليانة روحانية. ولذلك تجد داود من كثرة صلواته تلاقيه دائما يتأمل في صفات الله الجميلة، في مزاميره يتأمل في صفات الله الجميلة، يتأمل في أعمال الله، في حكمة الله، في خليقة الله. في المزمور 8 يقول له أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها. اسمك ده عجيب، أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها. يقول له ليس لك شبيه يا رب بين الآلهة ولا من يصنع كأعمالك. كل آلهة الأمم شياطين، لكن ليس لك شبيه يا رب بين الآلهة، من مثلك. رجل فرحان بربنا، بيتغنى بربنا، بيتأمل في صفات ربنا، بيقول له ما فيش حد زيك يا رب أبدا، ما فيش زيك، من مثلك، ليس لك شبيه بين الآلهة. أنت الساكن في الأعالي مع أنك ناظر إلى المتواضعات. ساعات البعض يقول له الناظر إلى المتواضعين، لا مش المتواضعين، يعني الناس المتواضعين، ده هو الناظر إلى المتواضعات، إلى كل شيء بسيط، الحاجات الوضيعة على الأرض اللي ملهاش قيمة. بينظر للنملة ويقول تأمل للنملة أيها الكسلان، بينظر إلى البحار، إلى الأنهار، إلى الطبيعة الجامدة، إلى الأحجار، ويشبه نفسه بالحجر الذي رفضه البناؤون. ربنا ناظر إلى المتواضعات. يقول إلى فراخ الغربان التي تدعوه، يعطي البهائم طعامها وفراخ الغربان التي تدعوه. ده كلام داود. يعني ربنا ناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض. داود تلاقيه فيما يتكلم عن جمال ربنا يتكلم أيضا عن قوة ربنا. ربنا عنده إله قوي، وفي نفس ما هو إله قوي هو بيعجب بقوته ويتغنى به. يقول مثلا قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب أبناء الكباش، قدموا للرب مجدا وكرامة. وبعدين يقول صوت الرب على المياه، صوت الرب يزلزل القفر، صوت الرب يقطع لهيب النار،
صوت الرب يحطم الأرض، صوت الرب بقوة. المزمور ده بالذات كان كتير من القديسين ساعات بيصلوه على الناس اللي عليهم شياطين عشان يخوفوا به الشياطين. صوت الرب يزلزل القفر، صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب على المياه. يقول لربنا تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، استله وانجح واملك. يقول الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها. لذلك داود بيفرح ان ربنا قوي، ويقول له انت ملجأنا وقوتنا، انت ملجأنا وقوتنا. ويقول له على القوة دي حتى بنقولها في اسبوع الالام، يقول قوتي وتسبحتي هو الرب. انت قوي وانت القوة بتاعتنا، انت قوتي وتسبحتي، وقد صرت لي خلاصا. يقول إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا. يقول رب القوات معنا، ناصرنا هو إله يعقوب. اللهم ارتفع على السموات ليرتفع مجدك على سائر الأرض. هو يتغنى بقداسة الله في مزاميره، ويتغنى بقوة الله في مزاميره، ويتغنى أيضا برحمة الله وغفران الله في مزاميره. في مزمور 103 يقول الرب رؤوف ورحيم، الرب طويل الأناة. مثل ارتفاع السماوات على الأرض قوية رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. يتغنى بغفران الله ورحمته ورأفته، ويتغنى بقوته، بل أحيانا يقول له أحكم لي بعدلك. أحكم لي إيه؟ بعدلك. يعني إيه أحكم لي بعدلك؟ يعني مش بس أنت تساعدني بالشفقة والحنان، لا، بالعدل، لأن عدلك يعرف أننا تراب نحن، يعرف أننا شوية رماد لا رحت ولا جيت. أنت رب هتعملني كواحد يعني ده أنا في إيديك لا رحت ولا جيت. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت. عشان كده يخش ويجادل مع ربنا، يقول له أية منفعة لك إذا أنا ذهبت إلى الجحيم؟ هتنتفع بإيه؟ ليس التراب يسبح ولا في الجحيم من يذكرك. داود ده بيعرف يتفاهم مع ربنا ويدوس له عن نقطة اللي تجيب حنانه وشفقته. كلام كتير عن تأملات داود في ربنا في المزامير، مش هنقدر نقولها كلها، لكن من الأشياء الجميلة إن ربنا لما أحب، لما داود أحب ربنا، عايز جميع الناس يحبوا ربنا. لما عرف ربنا عايز جميع الناس يعرفوا ربنا. اهو ده الفرق بين المحبة الروحية والمحبة العالمية. في العالم ان واحدة حبت واحد عايزة هي لوحديها اللي تحب، وبقية الناس لو واحد بصله وابتسم له ترتعش وتخاف وتغلي وتفلفل الى اخره. لكن مع ربنا لما واحد يحب ربنا عايز جميع الناس يحبوا ربنا معاه، عايز جميع الناس يحبوا ربنا معاه.
عشان كده داود يقول له ايه؟ فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الامم وتبتهج لانك تحكم في الشعوب بالاستقامه. يقول له هو ربنا يكون بتاعي انا لوحدي، ده للرب الارض وملؤها المسكونه وكل الساكنين فيها. عايز الناس كلهم، بينما كانوا اليهود ينظروا للامم انهم دول حاجه غريبه وبعيده، داود يقول يا جميع الامم صفقوا بايديكم، هللوا للرب، رتلوا، رنموا. عايز جميع الناس يحبوا ربنا، عايز جميع الناس يحبوا ربنا. مزامير داود من الحاجات الجميلة فيها عنصر الرجاء، عنصر الرجاء والاتكال على الله. في مزمور 117 يقول الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. يقول له لا أخزى لأني عليك توكلت، لا أخزى لأني عليك توكلت. ليه؟ يقول له لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، جميع الذين ينتظرونك لا يخزون. إنسان بيتكل على ربنا فرحان بيه لا يخزى أبدا، بس يعني يتكل على ربنا ويرجوه وما يتعبش من جهة الوقت، ما يتعبش من جهة الوقت. يقول انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب. ويقول في الانتظار ده انتظاره للرب انه ينتظر الرب وهو مش تعبان من جوه، يعني مش لما يمر الوقت ييأس ويتعب، لا. يقول انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. تعبير انتظار الرب ده تعبير لطيف عند داود. هو بينتظر الرب وهو واثق من ربنا. يبقى ايه ربنا ده؟ يقول اني اسمع ما يتكلم به الرب، تعبير حلو قوي ده، اني اسمع ما يتكلم به الرب. راجل بتاع وحي بقى، ودانه دي يصغي بيها فيسمع ما يتكلم به الرب. إني أسمع ما يتكلم به الرب لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه. يقول خلاصه قريب من جميع خائفيه. يقول أؤمن إني أرى خيرات الرب في أرض الأحياء. ولذلك تلاقوا ليه مزمور لطيف في هذا الرجاء وفي الاتكال على الله، المزمور 90: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. راجل عايش في حمى ربنا وعايش في ظله. يقول له ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. يقول في وسط من كبيه يظللك وبظل جناحيه تعتصم. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من سقطة شيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات،
وأما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل ومجازاة الله تبصر. يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك فلا تعثر بحجر رجلك. رجل مبسوط وساكن في ستر العلي وبيعيش في ظل القدير ولا يخشى شيء، لا يمين ولا شمال ولا شمس ولا قمر ولا حاجة. لذلك تلاقوا له مزمور عبارة عن دعاء لطيف موجود في مزامير الغروب، والواحد لما يقراه ينبسط. يقول: رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. وبعدين يقول إيه: لا يسلم رجلك للزلل، الرب يحفظك، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ دخولك وخروجك. شوف كلمة يحفظك متكررة كم مرة. الرب يحفظك، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ ايه؟ دخولك وخروجك. لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. جميلة جدا مزامير داود دي، اللي تجد فيها كلمة الدعاء الحلوة اللي بتخرج من المزمور وتشعر كأنها خارجة من فم الله نفسه. دعوة بتجيلك كده وانت خارج في النهار تقولك الكلمتين دول: الرب يحفظ دخولك وخروجك. وانت خارج من البيت ربنا يحفظ خروجك، وانت راجع للبيت ربنا يحفظ دخولك. الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء. مزامير داود دي اللي فيها دعاء زي هذا المزمور 120 زيها ايضا المزمور 20، ما تلاقوا ايه كلام ربنا ومزامير والتأمل في جمال رب كلام ربنا تلاقيها في مزمور 19 ومزمور 119، والدعاء اللطيف تلاقيه في مزمور 20 ومزمور 120، بس بقولها لكم عشان تحفظوه. في مزمور 20 دعاء آخر: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. كلام حلو. بيقال إن هذا المزمور كان يقال للملك وهو خارج للحرب، يقول له: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. تصور وإنت موجود في ضيقة وتقرأ المزمور ده ويتهيأ لك إن ملايكة واقفين جنبك بيغنوا أغنية جميلة في ودانك، بيقولوا لك إيه: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. ما تخافش من أي عدو يقابلك في السكة. ليه؟ هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب ننمو. هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. كلام شعر جميل. ما هو داود كان بيقول المزامير دي بالشعر، بالشعر وبالقيصار وبالمزمار وبالعشرة الأوتار وهيسة وبالصنوج وبالدف وبال، يعني راجل مزاج بيصلي بمزاج، بيصلي بمزاج زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، بيصلي وهو بيغني أو يغني وهو بيصلي، كلها ماشية.
الغنى والصلاة ماشيين في دور واحد. داوود هذا كان فرحان في حياته بالرب وبيغني بيها لأنه عارف أن الرب معاه، يعني شاعر بوجود الله معاه طول ما هو سائر في طريق الحياة. إزاي بقى؟ يقول تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. موجود قدامي بيرشدني في السكة وموجود عن يميني بيديني القوة. حتى إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. هو عارف أن ربنا معاه. صحيح داود كانت ليه بعض أخطاء وبعض ضعفات، لكن يقول لا برضه أخطيت لكن ربنا معايا، دي صحوبية ما تتفكش أبدا، يعني مهما كانت في خطية برضه ربنا عارف إن أنا بحبه. زي ما بطرس حتى بعد إنكاره كله قال له أنت تعرف يا رب كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. فداود كان شاعر تمام بمحبة ربنا معه. أحب أن أقول أيضا إن مزامير داود إلى جوار إنها كانت صلاة أيضا كان فيها الكثير من التعليم، التعليم السليم. هذا التعليم تقول لي طب هو بيقول المزمور بيقول إيه على التعليم ده؟ هو برضو في المزمور من جهة التعليم بيتأمل في طرق الله الجميلة، طريق ربنا كويس. يعني مثلا المزمور الأول ما هو كله تعليم، بيقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته في ناموسه ينهج نهارا وليل. دي تعليم. وبيقول نتيجة كده اللي بيبعد عن طريق الأشرار وبيلهج في ناموس الله ده يبقى زي شجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه ورقه لا ينتسب. تعليم، يعني في مزاميره يوجد لون من التعليم. وأيضا في مزاميره خدوا مثلا مزمور زي يا رب من يسكن في مسكنك أو من يصعد إلى جبل قدسك إلا السالك بالعيب الفاعل البر المتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه ولا يصنع بقريبه سوءا. ده تعليم عشان انت عايز تتأمل في طريق ربنا تعرف ان ده طريق ربنا. او زي الكنيسة في اول النهار تقول لك اقرأ المزمور الاول عشان تاخد تعليم كيف تسلك. او مثلا من التعليم لما بيقول تعالوا أيها البنون فاسمعوني لأعلمكم مخافة الرب. مين يحب الرب ويهوى أن يرى أياما صالحة؟ ويقعد يشرح إزاي الواحد يسلك في هذا الطريق. طبعا كلام كتير ممكن نقوله عن داود لكن يظهر أن الريكوردر بيقول لنا كفاية كده. تفضل.